وبركاته. ياكم اسامه ثامر من قناه اكوام انفورميشن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وجروب الاحوال النباتيه على الفيسبوك. بدينا الموسم الجديد مثل ما عادتكم يوم 21 او يوم 22 من هذا الشهر راح ارجع لكم, او من نهايه هاي السنه راح ارجع لكم بوقفه جديده بافكار جديده من عندي, عن احوال جديده حسويها, هوايه شغلات راح تستفيدون من عندها, ديزاينات جديده راح نسوي, ريفيوات لي مواد احنا حنسويها, مواد جديده دخلت للسوق من فتره صار لنا نجمعهن, فهواي تفاصيل راح نتفرج عليها ونسولف بيها. تابعوا وياي. مثل ما شفتوا هذا نوع التربة الجديد اللي دخل السوق العراقي او حيدخل السوق العراقي هاي الفترة الجاية ان شاء الله, نوع من التراب اللي هو اسمها نيسو. نيسو هي احد انواع التراب اللي يابانية الصنع اللي موجودة او تدخل او مخصصة لليابان فقط, يعني بمعنى انه هاي ممنوع تصديرها او ممنوع ارسالها لدول ثانيه, لانه هذه مخصصه انها تنباع مو انترناشونال وانما لوكالي داخل اليابان او داخل هذا البلد اللي هي مصنعه به. هذا النوع من التربه هو نفس نوع اي دي اي, ولكن فقط انه الاختلاف بالنوعين انه التعبئه مالتها. والدليل من اجيت سويت مقارنه, طبعا انا هذا التشيز اخذته كنموذج اختباري, دفعت فلوسه, سعره اعتقد كان 45 50 الف, وزنه 8 كيلوغرام مثل ما تشوفون مكتوب الوزن بالوزن بالكيلوغرام مو باللتر. هذا النوع من احد انواع اللي دي يكتبون, يعني قلت لكم ما اعرف, يعني صراحه انصدمت انه ليش مكتوب بالغرام. هاي واحده من الشغلات المميزه كانت بي. الشغله الثانيه اللي واجهتها او شفتها لما دا افتح هذا النوع انه نوع التربه اللي كلش مهمه انه واحد يتعرف عليه هل هذا النوع زين او لا. خليه افتح لكم اجيب لكم كفشه من عندها ونشوفها. اذا تلاحظون هذا شكل التربه بالطابع الطيني مثل ما تشوفون, حفعصلكم جزء منها او حكسر اطحن جزء منها ونشوفها. مثل ما تشوفون تفتتت بشكل طيني شبه تربه ADA الامازونية. طبعا مثل ما تلاحظون هسه بهاي اللقطة هناك شكل تربة ADA حطيتها اني فوق مزيج من تربة ADA, وطبعا هذا اللون غامق او هذا اللون فاتح, هذا نوع ثاني احد الانواع اللي موجودة بالسوق اللي يعني تنباع على اساس انها تربه زينه, تربه حقيقيه وهي بصراحه خوش نوع, ولكن هذه تربه الاي دي اي, دبيت فوقها تربه النيسو وشفتوا ماكو فرق بيناتها 100%. حاولت انها اطلع حبتين وافحصهن عن هذه الانواع واكتشف شنو الفرق بين هذا النوعين, اكتشفت انه صراحه اثنيناتهن نفس النوع, ماكو اي اختلاف بيناتهن, وهالشي كلش صدمني لانه مقارنة بالسعر فهو نفس السعر, ومقارنة بالشكل والنوع فهو نفس النوع. فاحنا كل اللي عندنا واللي كل اللي احنا محتاجينه وتتوفر نوعية سعرها ارخص وكفاءتها كلش عالية, وهذا النوع بصراحة كلش كفوء كان وكلش نوع حلو, وانا راح استخدمه بهذا الحوض 60 سنتيم, وبعد فترة راح اشوفكم عليها ريفيو او حشوفكم عليها طريقة تثبيت النبات بها, فوائدها, حقيس البي اتش اول ما اقيس البي اتش للمي واقيس البي اتش بعد فترة, وراح اشوف الفرق اللي راح تعطيني اياه. هذا النوع من التربة, طبعا هذا النوع من التربة راح يكون موجود عند احد المتاجر اللي في بغداد ان شاء الله, اول ما توصل راح انشر لكم عليها وراح اقول لكم اجتي التربة عند فلان شخص وبكذا سعر راح تنباع, لانه حاليا الاسعار اعتقد نقطة كلش صعبة انه ما تنعرف يعني منو الاسعار ايش قد الاسعار بسبب فرق الشحن والتغيرات الكبيرة بسعر الدولار عالميا. طبعا حاولت اترجم هذا اللغة اللي مكتوب بها هذا النوع من التربة, كانت صعبة جدا, ولكن اكتشفت انه حالها حال باقي, استخدمت جوجل
ترانزليتر اللي هو باستخدام الصور الصوري. اكتشفت ان نفس الكتابات اللي مكتوبه جذبتني هذه الصور هنا أنا الموجوده على الحوض. يقول لك انتبه انه ما تحط الفلتر موجه على التربه، لازم ما تخليه بهذا الشكل بحيث يطشر لك التربه. حاول تحطه بشكل يعني مائل او بشكل يعني متباعد. النقطة الثانية اللي هي عجبتني كلش، هذه كلش نقطة مهمة، يقول لك للحوض 60 سنتيم، العفو 45 سنتيم، أو لا ذاكرين 60 سنتيم، هاي مثل ما تشوفون هنا 60 سنتيم، الحوض 60 سنتيم، ايش قد نحط لتربة؟ هاي محطوطة 1 كيس اللي هو 8 كيلوغرام، وهنا ارتفاع التربة لازم يكون 4.5 سنتيم مينيموم، أقل شيء 4.5 سنتيم. طيب النوع الثاني اللي هو الحوض 90 سنتيم، راح نستخدم له 90 سنتيم راح نستخدم له 3 اكياس، وارتفاع التربه راح تكون 6 سنتيم، والحوض المترو 20 هيات مثل ما تشوفون قدامكم ارتفاع حنستخدم له 5 اكياس، وارتفاع التربه لازم تكون 7.5 سنتيم. هاي النقاط طبعا ذاكريها كشركه وكمواصفات، وبعد ذاكرين السيرتيفايد لهذه الشركة بتفاصيلها عامة. طبعا الحلو بالموضوع انها اكسبايرها جدا بعيد، والشي لقيته مكتوب على هذه الصورة اللي همينا مثبتين به السعر، هذه التربة من ماركتات اليابان. بصراحة ما لقيت اسم الماركت كامل، ولكن اكتشفت انه بعض الكلمات مكتوب بها ستور، فهذا كان نموذج جاي للعراق وانا اخذته. هاي هنا مكتوب اسم الشركة طبعا ونوع التربة، ومكتوب عليها انه made in Japan، بس هاي المكتوب بالانجليزي، هاي العبارة فقط، الباقي كله بالياباني. فبصراحة تربة جدا راقية وتربة جدا مميزة. راح يسأل سائل شنو فائدة التربة بالحوض النباتي؟ الحوض النباتي يستخدموا له مو تربة، يستخدمون في شيء اسمه اكتف سويل اللي هي التربه النشطه. فرق التربه النشطه عن التربه العاديه هي انه التربه العاديه ما تحتوي على معادن تساعد النبات على النمو، الاكتف سويل هي تحتوي على معادن تساعد النبات على النمو، تحتوي على مضافات ثانيه اللي هي مخفض للبي اتش، تحتوي على اضافات اخرى اللي هو السي او ام اللي هو من المواد اللي تقلل من كميات الفوسفات والنتريت النترات داخل الحوض النباتي. طبعا كل انواع التربه خاصه امازونيا، وهذا نوع اعتقد يعني ترفع من كمية الأمونيا بأول يومين بالحوض النباتي أول استخدام لها. الترب عامة لا تغسل ولا تنظف، مباشرة توضع بالحوض فوق التربة، فوق الركيزة عفوا، فوق الركيزة توضع فوق الركيزة. هذه أغلب الأحيان أنه تستخدم كأحواض نباتية عامة. فوائدها المهمة جدا ان هي تخفض البي اتش بنسبة كبيرة من مينا الى 6.8، من اي مي دولة ثانية الى 6.8، مستقر تقريبا على هاي النسبة اول ايامها تعطي 6.5 على مود تضيف حامضية عالية للحوض النباتي للنباتات، على مود تثبت عملية الجذور وتوفر بيئة امتصاص عالية للاسمدة لحد ما يستقر النبات وبعدها ترجع طبيعي. هاي الترب عامة كلها ما تحتوي على أي سماد، ما تحتوي على أي مواد إضافية، معادن إضافية عامة، مو فقط هذا النوع، أي نوع ثاني، تربة أمازونية ثانية، تروبيكا، جي بي إل إلى آخره من الأنواع الثانية، ما تحتوي على معادن. عامة الترب عمرها الاقتصادي يعتمد على نوعها، الترب الصينية لها عمر اقتصادي أقل من الترب اليابانية أو الترب الانترناشونال العالمية. كل الترب تستخدم لفترات كانت تظن او كانت تذكر انه تستخدم لمده سنتين، ولكن هاي معلومه انا ذاكرها في وقت سابق، ولكن لحد هذه اللحظه ولتجاربنا استخدمنا الامازوني، استخدمنا تروبيكا والفلوفل والانواع الاخرى، انطت عمر افتراضي اطول من سنتين، وانا عن شخصيا دا استخدم نوع دا يعطيني عمر افتراضي اكثر من 4 سنوات لحد الان مستخدمها التربه، لا تفتتت ولا صارت لها اي مشاكل ثانيه مثل الضبابيه وغبره المي. هذه النقطة كلش مهمة انه تختارون تربة ممتازة، تختارون نوع يبين انه ينفحص. شلون نفحصه؟ من يجي شخص يسأل شلون نفحص التربة؟ افتح كيس التربة، استأذن صاحب المحل وافتح كيس التربة، خذ لك حباية حبايتين منها، دوسها بإيدك، إذا انفركت وطلع منها طين بسهولة، انفركت وطلع منها طين أو غبرة، قول هذه تربة ممتازة، لأنه أصلها هي متكونة من مواد طينية طهيت أو سخنت بتأثير أعمال معينة وبعدها اتقلبت بهذا الشكل، فهاي تربة ممتازة جدا، وتربة ممكن أنتم تستخدموها بحوضكم النباتي وتعطيكم عمر افتراضي ممتاز لا بأس به. أما الترب اللي تشوفوها قوية
قوية ما تنضغط، أو خلينا نحسب واحدة واحدة، إذا كانت تربة قوية ما تنضغط وبقت على شكلها هذا، هاي معناها بيها مشكلة كلش كبيرة، إنه هاي التربة مصنوعة من مواد تحتوي على اللافاروك، عادة إنه تكون قوية لأنه ما تتفتت، ولكن بعد فترة لما تنوضع بالماء راح تكون فتاتها سريع وبسرعة وتتحلل، ومشاكلها كبيرة إنه تسبب غبرة الماء وضبابية. عمر الحوض الاقتصادي حيكون أقل، ما تقدر تستخدم التربة مرة ثانية، مواد مشاكل هواية. فهاي نقطة تجاهلناها أو تعديناها. النقطة الثانية واللي كلش مهمة واضحة وضوح الشمس، إنه من تفتح كيس التربة وشوف التربة لماعية، هاي التربة تربة صينية غير جيدة، نوعية شبه رديئة، ويفضل أنه ما تستخدم، يفضل. ولكن لو كان سعرها مناسب للشخص اللي يشتريها، فمن الممكن أنه يستخدمها بحوضه لفترة معينة وبعدها توقف وتقدر تستبدلها بنوع ثاني. عادة هاي الترب لها عمر اقتصادي معين وبعدها تستبدل، تستخدم بترب نستخدمها بنوع ثاني لما نسوي ريسكيب للحوض النباتي. لحد هنا انتهى هذا الفيديو مالتنا، وان شاء الله نتلاقى وياكم فيديو جديد. راح نسوي هذا الحوض النباتي اللي وراكم، راح نستخدمه راح نسوي في ديزاين كلش حلو وديزاين كلش قوي، ندخل به على اغلب مسابقه احد مسابقات اللي هي العربيه والعالميه، لحد ما مقرر، ولكن راح اسوي في طريقه كلش احترافيه، ونسولف بعدين شلون سويناه، ونصور لكم ونوثق لكم كل حاله اللي هي احنا سويناها، وان شاء الله نتلاقى بعدين. شكرا لمشاهدتكم، مع السلامه.